طبعا كلكم خدتوا الفتيج في ماتيريال صح كده؟ والفتيج تعريفه ان في سايكل لودنج بيجي على المنشأ، يمكن المنشأ بيتحمل قيمة الحمل ده، لكن مع تكراره بيبتدي يحصل فلتر. بمعنى ايه؟ ده لو جبت القلم ده كده وحطيت عليه مية، القلم شايل وما اشتكاش، لكن لو قعدت اعمل كده 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 اللي بعد شويه يوم ايه؟ مرفوض صح؟ هو نفس المهم بس عملت كسور ايه؟ سايكل كلورين فبعد عدد من السايكلز الكسر. ايه السبب ده؟ ان مفيش ماتيريال نظيفه 100%، كل ماتيريال جواه عيوب صح؟ لو في عيب جوه العيب ده مع تكرار او سايكل بتاع اللود يحصل شرط، الشرط ده يفتح ويقفل يفتح ويقفل، كل ما بيفتح تعرفين طبعا خدته من التيب بتاعت الشرط اللي عليها ستريس اللي هي انفينيتي كيوريتيكال صح؟ فكل سايكل بفتح فيها شرط، الشرط بيطول سنة انفينيتي، اجي افتحه تاني بيطول سنة، يقعد الشرط يزيد 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 لغايه ما يجي في لحظه ايه؟ يقوم كاسر الماتش. زي ظبط العقل مثلا ازاز العربيه في شرط صغير تلاقي كل شويه الشرط عمال ايه؟ يزيد لغايه لما الازاز يتفصل جزئين، يزيد من ان العربيه ماشيه في الويند فعليها ستريسز، الستريسز دي بتبقى كونسنتريتد عند التيب بتاع الكراك، فالكراك كل شويه عمال ايه؟ يتزايد في الكوره. فده الفتيك بالتعريف البسيط ان هو سايكل كلودنج بيؤدي الى فيلير نتيجه عيب في الماتيريال. تمام؟ طيب ايه الاليمنتس اللي عندنا في الستيل ممكن تكون الفتيك فيها في نوعها لازم اخد بالي منها؟ الاليمنتس انتوا سنه ثالثه هم حاجتين، اول حاجه ترين تراك جيفر، ترين تراك جيفر بيجي عليها ترين وبعدين يمشي ويجي ويمشي صح؟ فبيتولى فيها بندي مومنت وبعدين يرجع بندي مومنت وهي صفر، بيتولى بندي مومنت ويرجع صفر، طول ما الترين راح قاعد في ترين تراك جيفر يبتدي يحصل فيها ايه؟ يبتدي يحصل فيها عمليه التدليك. برضك البراكت اللي شايل التراك جيرفر، يعني انا دلوقتي عندي ادي الفريم اهو، فريم تراك جيرفر اللي لونه احمر دي، دي بيجي عليها العجل ويمشي كبر المومنت وعلى ما يخرج المومنت يرجع صفر، وهو راجع يزود المومنت يبقى الكريم دي عملها ايه؟ ده خلي بالك منه، واحد يقول لي طب ليه العمود ده؟ طب العمود ده بيجيب كومبريشن كبير وقليل، بيجيب كومبريشن كبير وقليل. هقول له ان الكود ليميت للفتيك في حاله التنشن في حاله الشيل. لو السايكل كلورين بتعمل كومبريشن فقط بلاش الفتيك، يعني لو جبت القلم ده وقعدت تضغط عليه وشيل، اضغط عليه وشيل، اضغط عليه وشيل، مش هيحصل له ايه؟ كسر. لكن لو قعدت اشد واشيل، اشد واشيل، اشد واشيل، يحصل ايه؟ الفتيك او شيل. يبقى الشيل والتنشن هم اللي يسببوا ايه؟ الفتيك، لكن الكومبريشن كومبريشن الكومبريشن يعني كومبريشن كبير، كومبريشن صغير او زيرو، ده ما يعملش ايه؟ الفتيك، لانه بيقفل الكراك مش بيفتحها. صح؟ فبالتالي العمود ده عليه سايكل كلود كومبريشن كبير وعين كومبريشن اقل، كومبريشن كبير جاي من حاله الايه؟ الديد واللايف والبرين، الكومبريشن الاقل جاي من ايه؟ من الديد بس صح؟ فيجي له كومبريشن كبير كومبريشن لايف كومبريشن، لكن الكومبريشن ده مش هيسبب فيه ايه؟ فاتيك، فاهم قصدي؟ ما تشغلش بالنا بيه قوي. هنا اذا كان بقى جدا ممكن يتاكد من الكرين على العمود كبير بحيث ان في تنشن سايد، يعني يبقى العمود فيه جزء تنشن. برضك من الحاجات اللي الكود بيقولها الويند ما بيعملش فتيك، واحد يقول لي ما الويند بيجي ويروح بيجي ويروح، هل الويند بيعمل فتيك؟ لا، الويند هو صراحه
الويند لود ليه؟ لان الويند لود اللي انت بتصمم عليه الستورم اللي هي بتيجي كل 50 سنه اللي هي سرعه الرياح فيها 120 كيلو على الايه؟ الساعه. الوضع الطبيعي بتاعنا سرعه الرياح في مصر ما نزلتش يعني فيها نفس حاجه 50 30 كيلو ده في يوم مركون الهواء جامد يعني. ال 120 كيلو ما بتجيش غير كل 100 سنه او حاجه. فلو جت كل 100 سنه وعملت لها اثناء الستور زي مثلا الويند ده قعد يوم هيعمل له ايه مثلا؟ 100,000 سايكل مش هيعمل اكتر من كده صح؟ فاذا كل 50 سنه 100,000 سايكل دي مش حاجه ايه؟ كبيره. احنا بنتكلم على ملايين السايكلز اللي ايه؟ بتكسر الستيج. فبالتالي الويند طالما هو في وضعه الطبيعي كده اللي هو الوضع البسيط الستريس قليله بنسميه تحت حد الكلام، فتت تحت الكلام صح؟ اللي هي ايه؟ فتيج ليمت، اندر فتيج ليمت، اللي هو اي عدد سايكلز ما يكسروش. ستريس صغير مهما كرر منه ما يحصلش ايه؟ حاجه. فده بنسميه ايه؟ فتيج ليمت. فالويند العالي بتاعنا ده تحت الفتيج ليمت. الفتيج الاعلى اللي هو بيكون كل 50 سنه، طب كل 50 سنه دي هيعمل كام سايكل؟ هتلاقي عدد ايه؟ قليل. فان لم يذكر خلاف ذلك الويند ما بيعملش ايه؟ السنة الرابعة طبعا الكباري الريل واي والهاي والرول واي طبعا كلها بتيجي في القطر وعدى القطر ويروح تاني مش القطر بس ده كل عجلة يعني القطر دي كذا عجلة فكل عجلة عمالة تعمل ايه؟ لود ويروح العجلة اللي بعدين تعمل لود ويروح فطبعا عدد السايكل بيبقى كبير. فاحنا السنة دي هندرس البراكت تصميم وتركيب. ليه مش هندرس الكرين تراك جيردر؟ لان الكرين تراك جيردر انت للاسف صممتها السنه دي صممتها رولد سكشن صح؟ فرولد سكشن ما فيهاش الحمام. فرولد سكشن دي من احسن الحاجات اللي تقاوم الفتيك بنسميها يعني ايه؟ ما فيهاش عيوب. فبالتالي مش هيحصل كده فتيك لان الفتيك ليميت اكبر من اللي بيشيل الحديد. فبالتالي طالما هتصممها رولد سكشن مش هيبقى فيها ايه؟ فتيك. امتى يبقى فيها فتيك؟ لو انت هتصممها بيلت اب سكشن دي تحط فيها ايه؟ لحمات او فيها مفروض او حاجه وبالتالي هن ايه؟ هنشوف معالجتها في الوسيله. فاللي احنا هنركز عليه في المحاضره دي البراكت لقطه. العمود قلنا ما فيهوش فتيك. ليه تراك جيردر طالما انت بتصممها رولد سكشن هنشوف ليه برضه مش هيطلع فيها فتيك طالما رولد سكشن. وبالتالي اللي عندنا السنه دي اللي هناخد عليه اكزامبل هو الايه؟ البراكت. وانت هتقدر تعمل اي حاجه بعد كده كده واحد سالني بقى طب ليه الخرسانه عمرنا ما درسنا فيها الكيمياء؟ مع ان الخرسانه ماده كلها عيوب في زلطه وفي رمل وفي يعني كلها شروط من جوه. تمام برافو عليك ده سبب وليه؟ ان الخرسانه بتشتغل فين؟ الكومبريشن انت سيب شاف مين التنشن فالخرسانه كومبريشن قلنا كومبريشن ما بيعملش ايه؟ فتيل وحديد التسليح اللي تحت ده جاي كاستن العيوب فيه قليله قوي زي الرولد سكشن كده هتلاقي برضه مش هيطلع فيه ايه؟ فتيل. تاني حاجه او تاني سبب ان الخرسانه الاون ويند بتاعها كبير يعني الديد لود بتاعها ايه؟ يعني دي صار كفر شايله بلاطه وشايله فلورنج وشايله حطام طوب بتلاقي 80% من اللود جاي من ايه؟ من الديد لود. ده لود ثابت ما بيغيرش. ايه اللي بيغير اللايف لود؟ هتلاقي اللايف لود 20 30%. فاللايف لود موجود ومش موجود تلاقي الاستريس رينج بتاعك ايه؟ ضيق. الديد لود كبير واللايف لود هو اللي ايه؟ قليل. فاحنا عندنا ايه العكس؟ اللايف لود او الموفينج لود هو اللي بيدي الحاجه الديد لود ايه؟ حاجته قليله قوي يعني 30 كيلو او 40 كيلو جرام على متر مسطح. فحين اللايف لود ممكن يبقى 100 او 200 والكريم ممكن تبقى 50 60 طن كل ده يعتبر ايه؟ اللايف لود. فنسبه اللايف لود اللي هي بتسبب السايكل انكلودنج نسبه كبيره جدا في ايه؟ في السي ستراكشر. لكن في الخرسانه نسبتها ايه؟ قليله. من السببين دول احنا في الخرسانه ما بنبصش على ايه؟ نادر قوي ما بنبصش على قصه. طيب نخش بقى كده شويه الدف قلنا دي سايكل كلوريد قلنا ان هو بتنشن تشيل مفيش كومبريشن. التكنيك ريزيستنس بتعتمد على ايه؟ اول
عشان اكسر الالم ده عايز كام سايكل عشان اكسره؟ كل ما زود عدد السايكل كل ما عمليه الكسر تكون ايه؟ اعلى. تاني حاجه الستريس رينج. الستريس رينج اللي هو ايه؟ المومنت يعمل ستريس وبعدين اقل من المومنت يقلل من ستريس. فالستريس من البوستر النيجاتيف او من العالي للواطي ده بنسميه ستريس رينج. كل ما يزيد الفرق ما بين الاعلى ستريس واقل ستريس كل ما يسرع من عمليه الايه؟ الكسر والفتيج. الستريس رينج بيقيسوا ايه؟ يعني لو سايكل تنشن كومبريشن ده الستريس رينج بتاعي. هتقول الكومبريشن ما بيعملش نتيجه بس ده الستريس رينج بتاعي من اعلى نقطه لايه؟ لاوطى نقطه. تمام؟ بعد كده الانيشال كراك. انا متوقع العيوب في الماتيريال دي يكون الكراك في اي اتجاه. بمعنى ايه؟ لو عندي حته حديد كده بشدها سايكل جوينج عمال شد وشيل ام والكراك بالعرض كده ولا يكون الكراك راسي على اتجاه الستريس انا اخطر؟ الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه ما انت لما تجيب ورقه وتقطع منها حته كده بشدها تلاقي الورقه ايه؟ مزعج صح؟ لكن لما تكون الشرط كده وانا بشد كده العمليه ايه؟ مش خطيرة. فلو عندي كراك في الدايركشن بتاع الستريس ما يخافش منه اكتر من الكراك اللي عمودي على الايه؟ على الستريس. ليه؟ لان العمود ده انت خدته توزيع الستريس عامل ازاي؟ هتلاقيه عامل كده. لو تفت والتد بتاع الكراك فريكتي الستريس ده هنا انفلت. فلما بشد تلاقي راس الكراك عايز بس لسه على قوي ايه؟ موضوع حته زياده. السايكل اللي بعدها بتمد زياده، السايكل اللي بعدها بتمد زياده لغايه ما يحصل الايه؟ الكسر. فعندي ثلاث حاجات: عدد السايكلز، الستريس رينج، اتجاه او الاورينتيشن بتاع الكراك. الثلاثه دول لخصناهم في جدول او في ليس سيلف كيرف. خدت ليس سيلف كيرف ده من ايه؟ ايه الانسان الجرب؟ علاقه ما بين عدد السايكلز وما بين الستريس ريت. عدد السايكلز اللي هو انا حاطط لود زي مثلا عامل كده. فكام سايكل عملتهم لغايه عمر الماتش الافتراضي؟ يعني انا وصلت الماتش ده على 50 سنه وعارف ان الكرين اللي جوه بتتحرك 100 مره في اليوم وهي جاي. تمام؟ يبقى اذا 100 مره في اليوم وانا بشتغل سنه 300 يوم والباقي اجازات يبقى 100 300 بكام؟ ب 30,000 في 50 سنه عمر المنشا الافتراضي يبقى مليون ونص سايكل. يبقى الكريم هتعمل كام؟ مليون ونص سايكل في عدد في عمر المنشا الافتراضي. مظبوط؟ فبالتالي عدد السايكلز اقدر انا يبقى جامد. فالعلاقه ده بين عدد السايكل والستريس رينج اللي هو الفرق ما بين اعلى ستريس واقل ستريس. بس لازم يكون معاك فيه تنشن. ما ينفعش يكون السايكل جلوبال في الكومبريشن واقول الستريس رينج لا ما ينفعش. ليه؟ لان الكومبريشن ما يعملش ايه؟ فتيجه. تنشن يعمل فتيجه. كومبريشن تنشن يعمل فتيجه. يعني ده تنشن ستريس عالي في تنشن ستريس واطي في تنشن ستريس عالي في تنشن ستريس واطي في تنشن ده يعمل نتيجه. والستريس رينج الكبير ناقص الصغير ده ما يعملش نتيجه. ستريس عالي في كومبريشن واطي في كومبريشن عالي في كومبريشن واطي في كومبريشن عالي في كومبريشن. اه ده ستريس رينج بس ما يعملش ايه؟ فتيجي لانه كومبريشن وكومبريشن. لو السايكلز عامله كده فالستريس عالي جدا ستريس كومبريشن يبقى ده الستريس ريت وده برضه هيعمل تكييف. يعني ده يعمل تكييف ده يعمل تكييف ده ما يعملش اللي هو كومبريشن ده ما يعملش. فبالتالي الستريس ريت هاته في المحور الراسي. ثالث حاجه اللي هي اتجاه الكراك. قسمت حالات. الحاله الحلوه اللي ما فيهاش كراك خالص سميتها ايه؟ جبت كاميرا رول سيكشن من مصنع غالبا ما فيهاش عيوب او شروط داخليه صح؟ او بليت ما عملتش فيه حاجه خالص
ليه؟ فده بنسميه كلاس ايه؟ يعني احسن حاجه صح؟ فتلاقي الكيرف بتاعه ايه؟ كلاس ايه فوق. معناه ايه فوق؟ معناه ان انا لو حطيت السيرفيس رينج عالي مثلا هنا عايز اعلي قيمه السيركت عشان ينكسر. تمام؟ يبقى اذا كل ما الكيرف بيعلى فوق كلاس ايه؟ هتدي كلاس بي، هتدي كلاس سي، كل واحد كل ما تنزل تحت كل ما هتدي الاسود. او في كراكس زياده او في عيوب زياده. فاحسن حاجه كلاس ايه لما تكون عيوب ده لو جبت حديد كده من المصنع ما حدش حط فيها فورم ولا حط فيها لحام او عمل فيها عيوب وقعدت اشد واركب اشد واركب هتقعد عدد سنتي كتير قوي عامل ايه؟ الكسر. فاذا لو حطيت ستريس معين بياخد عدد سايكلز كبيره جدا عمال ما ايه؟ ما يتكسر. عكس نفس الستريسز لو رحت كاتيجوري بي هتجيب عدد ايه؟ اقل. لان لو خدت ستريس رينج هنا كده ومشيت هلاقي كاتيجوري ايه؟ مستحمل اكتر من كاتيجوري ايه؟ بي يدي عدد سايكلز اكتر ولكن ايه؟ الكسر. تمام؟ الكاتيجوري بقى من ايه اف عندك ايه وبي وسي سوري A و B و B برايم و C و C برايم و D و E و E برايم و F. كام كاتيجوري؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 كاتيجوري من A ل F بس فيهم C B بشرطة و E بشرطة. يعني A B B برايم C D E B برايم F. اوكي الكاتيجوري 3 واحد شاطر قعد يقول الشكل ده هديله كاتيجوري على التجارب الاشكال دي مع بعضيها كده تديني كاتيجوري ايه؟ لما يديني الكراك عمودي على الاسترس يبقى كاتيجوري ايه؟ يعني عمل كام شكل او عمل كام مجموعه والمجموعات دي قسمها لكاتيجوريز. انت كل ما عليك تفتح الراجل الشاطر اللي عامل جدول ده تشوف الرسمه اللي عاملها وتشوف انت بس الدنيا بتاعتك شبه اي واحده في الراجل الشاطر عاملها من دول. فلو لقيت واحده شبهها تقول اه ده كاتيجوري ايه؟ مثلا سي. يبقى انت تعين الكاتيجوري من الراجل الشاطر ده اللي عمل لنا تجارب وقسم مجموعات الحاجات اللي شبه دي كاتيجوري ايه؟ دي كاتيجوري بي، دي كاتيجوري سي. فانت تخش الجدول بتاعه تشوف هو معاك انت الكونديشن اللي خلاها شبه انهي كاتيجوري من اللي عندك وتقوم ايه؟ واخد العمليه. تمام؟ فاذا عدد السايكل يحدد العمر الافتراضي. الستريس رينج يحدد من اقصى ستريس بيجي من المنشأ لاقل ستريس. ودي حاجه تقدر تحسبها يعني تشوف مثلا الكرين واقفه وبدني بيندنج مومنت خطوه كذا. البيندنج مومنت ده عمل ستريس خطوه كذا. لما شلت الكرين بقى اديته بس عمل ستريس خطوه كذا. فرق ده من ده هو ده الاستريس ايه؟ الرينج بتاعك. يبقى انت بتقدر تبقى عارف عندك ايه كام وعندك الاستريس ايه كام وبتشوف الكاتيجوري بتاعك كام وبتشوف النقطه بتاعتك تحت الكيرف ولا فوق الكيرف. يعني لو انا قلت ان انا عايز اصمم المنشأ على 2 مليون سايكل والاستريس رينج بتاعي كان هنا فالنقطه بتاعتي هنا طلع الكاتيجوري بتاعي ايه؟ يبقى انا في سيف سايد يبقى انا تحديد. لو النقطه بتاعتي طلعت فوق يبقى انا انصيف. معناها ان الايه؟ المده اللي حته الحديد بتاعتك مش هتستحمل الايه؟ الستريس ده. او تجيبها من الراب تقول انا هصمم على سايكل كذا يبقى لو الستريس رينج كذا انا عندي ستريس الستريس رينج كذا اشوف ده قرب من ايه؟ الالاو. يبقى لو احترمت ان ده الالاو والستريس رينج تخش معاه السايكل والكاتيجوري او بالكلاس تجيب الالاو والستريس رينج وتقارنه بالستريس رينج اللي ايه؟ اللي انت حاسبه وتشوف سيف ولا ان سيف. مفهوم؟ الفكره العامه كده مربوطه ببعض. طيب دي بقى نخش في ايه؟ هنحول اول حاجه ال باك جراوند ده الى تيم. تمام؟ عشان تبقى متخبط مش عارف اخش انا كل شويه في ايه؟ في شارت ده. حسب الكاتيجوري. يعني انا لو جبت حته حديد كده
وشلتها ده خلاص ايه؟ لو جبت الحديد فيها شرخ كده وشلتها ده خلاص ايه؟ لو انا بدرس الحاله دي انا بنسى الكيروات كلها وبص على كده خلاص خلص. ها؟ الو؟ ده عشان مين؟ انت لو كنت خطة 2 مليم يعني الستريس رينج بتاعك هيبقى يزيد عن 2 مليم. انت دلوقتي لو الحديد بيشيل 1.4 ممكن يجيله 1.4 بوستر و 1.4 نيجاتيف يبقى كام؟ 2.8 صح كده؟ فانت عندك ليميت اللي هو ايه؟ الجزء الاولاني اللي هو الاصغر بليم ده اكتر منه بكتير. اوكي؟ طيب نبتدي بقى نشوف الكود عمل ايه؟ عمل لي 3 جداول. او 3 جروبس. الكود عمل 3 جروبس. جروب 1 حط فيه الحديد اللي ما حدش لمسه، ده جروب حلو يعني، او يعني بنسميه نون ويلد ستراكشر. ايه الفكره بتاع الويلد؟ الويلد هو بس الفساد. اي ما واحد جاب الكترون وبدا يلحم فهو بيعمل كراكس جوه الايه؟ جوه الحديد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جبت حديده كده وحديده كده ولحمتهم وجيت بالميكروسكوب كده حطيت الاقي كراكس على اطراف الحديد وكراكس جوه اللحام انا مش صغيره جدا دقيقه جدا. فاللحام ده اوحش صوص لعمل كراكس جوه الايه؟ جوه الحديد. تمام؟ تاني حاجه تعمل شويه جرر التخريب نخرم بايه؟ بمسمار. يعني لما اجي اجيب حديد كده واعمل فيها حمض وجبت كده حته حديد حديدها في الميكروسكوب هلاقي كراكس حوالين الفرن. اوكي؟ وفي حاجات اخرى تعمل ايه؟ تنشيت كراكس. اختارهم زي ما قلنا اللحام، اللحام ده اسوء حاجه. يعمل كراكس في اللحام ويعمل كراكس في ايه؟ في الحديد. التخريب سورس برضه بس لو اتعمل فرن بمواصفات محدده ممكن تقلل قوي الكراكس اللي ايه؟ الموجوده. تمام؟ يعني حتى القوانين عملت حاجه اسمها شرينك فيت، لما تكون خايف من الكراكس اللي بتيجي من التخريم يعمل ايه؟ يجيب زومبر يحط جنب الورش الزومبر دي يدخلها جوه الفورم ده فيعمل ايه؟ هو بيدخلها في الضغط على الايه؟ على الجدار فتكون مكبره الفتحه شويه. فما تكبر الفتحه شويه تعمل ايه؟ كراكس الفلتر. تمام؟ فما يكون خايف من الكراكس يعمل الحركه دي. وعمليه بسيطه بيجيب زومبر وايه؟ كانه بيحشر حاجه جوه الفتحه فالحاجه حاجه دي تكون عامله ايه؟ قافله الكراكس. فده ايه الوضع اللي بيلجؤوا له. تمام؟ فاخرهم اللحام بعديهم فتح المصابيح وهكذا. طيب اول جروب بيكلمك على الحديد باي نيم بيت زاويه ما فيش فيها لحامات، فيها خرام بس. أو ما فيهاش حاجة خالص. يبقى أول جروب عمل لنا جدول كده حط لنا فيه رسومات لحالات مختلفة، الحالات المختلفة دي ما فيهاش لحامات، فيها بس تخريم أو فيها إيه؟ بتاع ده أهو
الحديد ما فيهاش اي حاجه. اوكي؟ فبالتالي البرود ده مختص بالحديد اللي ما فيهوش الحمام. البرود الثاني ويلدر ستراكشر، مجموعه جداول بتوريني اي بيم بلين اي حاجه ملحومه في حته معينه، مره ملحومه عمودي على السلس، مره موازي على السلس، مره ملحومه فول بنتريشن، مره ملحومه كارش بنتريشن، مره ملحومه فيلد ويلد، ويقعد يقول لك كل واحده من الحالات الكروسومات دي في الظروف ده البيز ميتال او الحديد بتاعي بقى كاتوري كلاس كام؟ كلاس اي ولا بي ولا سي ولا دي؟ اوكي؟ يبقى اسف ده عملنا جدول، الجدول ده فيه رسومات لحديد ملحوم بشكل اشكال مختلفه ويقول لي الحديد بتاعي مش لحام، حديد كلاس اي ولا بي ولا سي ولا دي طبقا للديتيل. مفهوم؟ بعد كده جروب ثلاثه جداول للحمام ويل هاند موف، اللحام نفسه ممكن هو اللي يتكسر بالحديد مش الحديد، فيوريك برضك انواع اللحامات ويديك كل لحام شكله ايه؟ الكاتيجوري بتاعه ايه؟ ايه؟ كلاس ايه ولا كلاس بي ولا كلاس سي؟ ونفس الحكايه في المصامين، المسمار في الشير، المسمار في التنشن، فريكشن تايم، بيري تايم، كل واحده يقول لك الكلاس بتاعها ايه؟ ايه؟ يبقى اذا جروب واحد وجروب اثنين ده للبيس كده للحديد نفسه، بس مره حديد ما فيهوش لحامات ومره حديد فيه ايه؟ لحمات. جروب ثلاثة الجدول بتاع جروب ثلاثة ده للحمات نفسها أو للإيه؟ للمصامير. بمعنى لو أنا بصمم لحام عليه فتيل هروح تاني جروب أدور على ديتكت اللحام بتاعته في جروب كام؟ ثلاثة. لو أنا بصمم جرين تراجل قطاع بتاعها وجرين تراجل ده دي مثلا هم صمم أو بيستثمر زي حاجة هروح تاني جروب هروح لجروب كام؟ اللي هي بصمم الحديد مش اللحام. طب لو كريت تراك جيرنر دي ما فيهاش لحامات فيها خرام بس اروح لاني جروب؟ اروح لجروب واحد. يبقى اذا جروب واحد الحديد اللي ما فيهوش لحامات، جروب اثنين للحديد اللي فيه لحامات، جروب ثلاثه للحامات نفسها وللمصاريف برضه. فهمت؟ هتلاقيهم متقسمين جروب 1 جروب 2 جروب 3 كل شويه من الراجل الشاطر ده على رسومات وحط فيها الكلاس بتاع كل ايه؟ رسمه. يعني هو اول حاجه قسمهم ثلاثه جروبس وكل جروب حط فيه شويه تفاصيل، مره يحط كاميرا مثلا، مره يحط بليت كده ملحوم فيه بليت كده ملحوم هنا وقال البليت ده عليه يقول لك البليت ده كلاس سي البليت اللحام ده هتلاقي نفس الرسم اللي بتكرره في جروب ثلاثه للحام، لحام يطلع كلاس اي او اي برايم حسب تمام؟ فهو عمل ايه الراجل ده؟ قسم حالات الثلاث حالات جروب 1 جروب 2 جروب 3 وكل جروب رسم رسومات انت تستشف ان الرسومات دي انت انهي كلاس؟ يعني ايه الانالوجي كده او ايه؟ التشابه مع الراجل الشاطر بتاعنا هو مش راجل شاطر بتاع حاسب يعني ناس قاعده تتكسر في حاجات يعمل الكلام ده. طبعا الامريكان هم اللي بيقولوا الكلام ده وشويه الاوروبيين. اوكي؟ طيب نيجي بقى نشوف ازاي هستغل الكلام ده. لو الستريس رينج اللي هو ده النحو ده عشان اجيبه لازم اكون احدد النمبر اوف سكندز والكلاس صح؟ طيب اول حاجه هندرسها احول الكارت ده للستيل والويب الكارت بتاعهم يتحول للاخر هنا بتديك كلاس
وبعدين number of cycles هنا اللي هي N وتبدأ ب 100,000 cycle وبعدين 500,000 وبعدين 2,000,000 وبعدين أكثر من 2,000,000 حطيت بلس اي بلس بي بي برايم سي سي برايم سوري سي اي 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 برايم اف هم دول الثمانيه كلاسز اللي في الايه في الكتاب بدل ما اعملهم في صوره كيرفات هحطهم في صوره ارقام بس طبعا مش هقدر اكتب الارقام كلها هديك بس الاحساس يعني كلاس اي لو قعدت السايكل ده دي 4.3 طن طبعا سنتيمتر مربع ده دي 2.5 ده دي 1.68 ده دي 1.68 ده طبعا سنتيمتر مربع لازم تاخد شويه كده على الكلاس دي مثلا ده 1.92 That 1.12, that 1.7, 1.49. Last F, the last 1.72, 1.65, 1.4, 1.25. طبعا بقى ايه؟ فيها ارقام كتيرة ما بين كل الارقام دي. الوضع شكله ايه؟ كل ما بنزل من الكلاس تحت كل ما الالاونس ريسبكت ايه؟ يعني طبعا ناقص لو جيت خدت بتاع كده كلاس ايه احسن من كلاس بي احسن من كلاس سي كل شويه تنزل تاني حاجه كل ما روحت النمبر بتاعتي بزياده كل ما الالاونس ريسبكت ايه؟ يقل لنفس الكاتيجوري لنفس الكلاس يعني ايه؟ ادي كلاس ايه؟ كل ما الاونس ريسبكت كل ما الستريس الاونس ريسبكت ايه؟ يقل وبالتالي اف يديك 1.5 قطع سنتيمتر مربع يعني لو الحديد بتاعك بيشيل 1.4 لو انت عايز تحط له سايكل 2 مليون او اكتر ما تقدرش تزود الستريس رينج عن ربع الستريس رينج عن ربع قطع سنتيمتر مربع اوكي يعني الحديد يبقى شايل 1.4 بس الستريس رينج لا يزيد عن ايه؟ عن ربع تمام؟ الجدول ده هو اللي بستخدمه للحديد وللحام يعني لو انا داخل في جروب ثلاثه وطلعت انا كلاس سي وعايز اشوف اللحام ده بيشيل ستريس نسبه قد ايه اخش في الايه؟ الجدول ده لو انا داخل في جروب اثنين كحديد او جروب واحد كحديد وشفت انا كلاس مثلا سي اخش هنا على كلاس سي اجيب الاولس ريس رينج للحديد يبقى الجدول ده صالح للحديد وللحام كارقام تمام؟ الجروبس دي بتقسم لك تفرقها وتعرف الكلاس عرفت الكلاس تخش على الاس ان كيرف شايف الكيبل تجيب منه الالاونس اس ريج اوكي؟ سواء للحديد او للحام لان اللحام ده ما هو الحديد بره فما يفرقش يعني اوكي؟ يبقى اذا الالاونس اس ريج للستيل وللوجه لو انا عارف الكلاس من الجروبس اللي انا دخلت فيها وعارف النمبر اوف سايكلز اقدر اجيب الاونس ريس رينج ايه؟ اللي اصمم عليه. اشوف بقى الستريس رينج اللي عندي كام واقارن ده بقى اشوفه سيف ولا ايه؟ ولا ان سيف. ريفرسر، شير عمال ايه؟ يتغير اتجاهه،
او تنشن بيتغير فيها بيزيد هنا. المسمار ده قال لك الكود الفريكشن تايم الكيس ستير. لو المسمار ده الفورس اللي عليه شيب فورس فاستخدم كلاس سي في الجدول بتاعنا اللي هو جدول على السطور، جدول ده في الكتاب جدول 8.4. يعني ايه؟ اشوف المسمار ده عليه شيل قد ايه؟ واحول الشيل ده لشيل ستريس في المسمار، مش الفتيل بيتعامل على ستريس مش مع فورس. فانا لو المسمار ده عندي عليه شيل 2 طن بوستر وبعدين يقلب 2 طن يبقى الستريس انجن او الستريس الفورس بتتغير بقيمة كام؟ 2 ناقص ناقص 2 تبقى 4. يبقى ده الرينج بتاع الفورس، اقسمه على المساحة هجيب الستريس الشير ستريس رينج. الستريس رينج ده اخرجه اقول اه المسمار بتاعي ده كاتيجوري سي، اروح لكاتيجوري سي هنا اشوف انا عندي كام سايكل على المسمار ده يقع مثلا لو الستريس رينج مثلا 0.8 انا اللي حاسبه طلع 0.6 يبقى المسمار ده ايه؟ 6. فاذا الفريكشن تايم في الشير بناخده كلاس سي ونخش في الجدول. في التنشن الكود عمل لي جدول دي لوحده اسمه جدول الكتاب 8.3. ايه جدول 8.3 ده؟ زي الجدول ده بس في المصانير. بيقول ايه؟ بيقول عدد السايكل ام ولو المسمار 8.8 او 10.9 هما دول اللي انت ايه بتستخدمهم السنه دي. فلو عدد السايكل عندك اقل من 20000 لو عدد السايكل من 20000 حتى 50000 او المسمار وبعدين عدد السايكل اكثر من 50000 فبيقول لك التنشن ستريس رينج 2.9 طالع سنتيمتر مربع ده 2.6 ده 2 وحل 10.9 3.6 3.2 2.6 طالع سنتيمتر مربع. يعني ايه؟ يعني لو المسمار بتاعي عليه شد، الشد ده جبت الرينج بتاعه اللي هو بتاع الماكسيموم ناقص الليمت وقسمته على المساحه بتاعت المسمار هيديني ستريس في ايه؟ في المسمار. لو ستريس المسمار ده لو انا عايز اصمم المسمار ده على 50000 سنتي او اكتر والمسمار بتاع 10.9 الستريس رينج اللي في المسمار ده اللي هيبقى اللي هيزيد عن كام؟ 2.6. لو زاد يبقى المسمار ده هيتكسر الفيلم. تمام؟ هنا بقى الفرصه اللي على المسمار في التنشن اللي هي ايه؟ لو تفتكروا كده احنا كنا بنجيب دي اكسترن صح؟ دي اكسترن قلنا عشرها بيروح للمسمار وتسع عشرة بيروح لايه؟ لتقليل البريشر وحط البريشر بين الايه؟ التو بليتس. العشر ده هو اللي قسمه على مساحه دي في الاسترس اللي خدوا ده. تمام؟ يعني ايه؟ انا جيت على المسمار المسمار ده كان عليه دي اكسترن 10 طن. فالقاب بوينت 8 في الجدول طلع المسمار ده سيف كمسمار. لكن لما جيت التنسيف دي اقول ان المسمار ده فيزيكلي عليه تنشن كام هو المحكم؟ عليه مش 10 طن عليه طن واحد 10 صح؟ العشر ده لو قسمته على مساحه هيديني ستريس في المسمار كذا. الستريس ده هو اللي قارنه بالالارم ستريس رينج اللي جاي من ايه؟ الجدول ده. اوكي؟ اخر حاجه بعديها هقول اكزامبل الفيري هارد بولز. يعني خد الحديد والويت بتاعه خدنا الفريكشن تايب بولز. اخر حاجه اللي هي الاورديتري او بنسميها الفيري تايب بولز. اسوأ تفاصيل
الاتحاد سوري 8.4 كان صراحه النظام المكتوب فيه بطريقه صعبه للفهم وملخبطه. انا هنظمها لك وتاخد معاكم المحاضرات. كان العمليه ايه؟ اكثر تنظيم. هو بيدرس ايه في الرسائل؟ بيدرس التراك. Yeah.
عايز اكبر الفرنش الفرعية عشان ايه؟ احسن الفرص بتاع ولاد الدوش الفرعي، دي حاجة ريليتد للترم الأولاني. هو يا جماعة هتكون منها عشان تدخل الشغل ما تعملش بنت الموضوع. أسرع تصميم وتزود الفيلم تعالى. براكت عامل إيه هو؟ عامل طاي تربط الكريم بالإيه؟ بالعمود. الطاي دي عملها إزاي؟ جاب حتة
التمبلت اللي هيبقى فول بنتريشن مش دوت. فهي دي الحاله الوحيده اللي بتوريني ان حاجه عمليه على حاجه واللحم عليه يعني البليت عليه ليفنج مون. هو هنا ما يقصدش ان ده ايه؟ هو يقصد ده ستراكشر اليمنت اللي بتدرسه. مدهوم عمودي على ستراكشر اليمنت تاني وعليه مون في الاتجاه ده. فبالتالي دي اقرب حاله ليه. عامة ما تقلقش انت انك انت مش هتعرف تحدد الكلاس قوي. يعني هتلاقينا بنجيب لك دايما حاجه من اللي انت ايه؟ اللي موجوده في الكيسات ده. بالك؟ فيعني ايه ما تقلقش قوي انك انت شكلها غريب لسه من الخبره انك انت مش هتقدر تطلع الكلاس. تمام؟ فده هيبقى انا هكتب لك هنا الكلاس ده كلاس سي جاي من كلاس رقم 14. يعني الجدول الاثنين متقسمين 1 2 3 عامل لك 20 رسمه. الرسمه رقم 14 هي الرسمه دي. لما تلاقي مكتوب جنبها ايه؟ الرسمه دي مكتوب جنبها كلاس 14. جبت منه من عدد السايكل جبت منه الايه؟
اللي انا حليته قبل كده، بس بدل ما استخدم الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير بستخدم الدلتا مومنت ديفرنس مومنت والدلتا ايه؟ شير. وبدل ما كنت بقارن 1.4 او اف لاتر بريشر باكلينج او اقارن من ايه؟ دول. يعني اللي انا عملته زمان وانا بصمم اعيده تاني، بس بدل ما كنت على ام ماكسيمم وكيو ماكسيمم اعمله على دلتا ام ودلتا ايه؟ كيو. ولما اطلع الاسترس اسميه دلتا ستريس اللي هو الديفرنس، يعني اقارنه بايه؟ بالالاون ستريس رينج اللي انا ايه؟ كاتبه على السبوره، مش 1.4 ولا ايه في لاتر كروشال باركلينج ولا الايه؟ الكلام ده خالص. تمام؟ فالمفروض المساله كده خلصت، بس انا هحل معاكم يعني ايه؟ شويه الخطين دول شويه حاجات. نبدا بنمره واحد عليها شيء وعليها تنشن، بس انت لو تفتكر لما جينا حللنا دي لقينا الشيل لايه؟ المصامير اللي تحت وقلنا اللي فوق الشيل تنشن، صح؟ مش اتفقنا على كده؟ فخلاص قالوا عليهم ايه؟ تنشن، بس الشيل شايل من الايه؟ اللي تحت. ايوه ماشي، اتكلمنا في الكلام ده قبل كده زمان. لما جينا نصبر المصامير دي كان في حلين، يا اما كل مسمار ياخد نصيبه من التنشن والشيل، يا اما قلت لك خلي اللي فوق التنشن واللي في الكومبريشن تحت اللي مش شايل حاجه شايله الشيل. لو ده لوحده شال الشيل وده لوحده شال التنشن، يبقى الاثنين مع بعض هيشيلوا الشيل والتنشن. قلت الكلام ده. هنا نفس المبدا في التطابق في المصابير اللي فوق في الفتيك في التنشن واللي تحت في الفتيك شيل. انا بقول لك شيل على اللي فوق يبقى تنشن، صح؟ هناخد سيكشن واحد واحد الاول. يلا ده خلاص التكتيك مهم قوي. أول باب اللي هو سيكشن واحد بعد. عندي الأي دي. ده السيكشن أهو. خلي بالك الدلتا ام ساعات بتطلع اكتر من الام ماكس، يعني انا
لو كانت الاويل مومنت 20 متر طن كده وبعدين بيرجعوا يبقوا 20 متر طن على يامه ثانيه، يبقى دلتا ام كام؟ ب 40 صح؟ لكن احنا حالتنا ايه؟ كان في مومنت نتيجه الديد لود وبعدين يزيد نتيجه الايه؟ الكريم وبعدين يقل نتيجه الديد لود، فبالتالي بيتضرب من دي كام؟ يبقى اذا دلتا اف
دي في ميل على 4 لا على 8 في على كده البروكس بتاعك يبقى ده دي ميل على 8 يطلع 26 مره لان اللي هي 12 سم على 8 يطلع الكلام ده بيساوي 39 سم يا اما من ده تجيب الثيكنس او ايه ريكوايرد Thank you.
كيو صح؟ دلتا ام بتساوي كام؟ اللي احنا تقريبا جبناها قبل كده نفس اللي كانت على ايه؟ على الحديد 924 متر، ودلتا كيو اللي هي كام؟ 21 طن. حل المساله تاني كانها لحمات كان دلتا ام هي ام ودلتا كيو هي كيو دي بالبروبلم، وتقارنه بكام؟ تقارنه ب خدوش بقى 172 خدوا كام؟ 141 ايه؟ يبقى ده لحد 4 لحد 5 ده كان بقى يعني عشان الخبز دي يروح شيل على 4 لحمات 1 2 ناقص الكره الثانيه فالفورس اللي هي دلتا في اللي هي كام؟ 21 طن هتقسمها على 4 لحمات هتقسمها على مساحه لحد جيب ستريس خدوا كام؟ بوينت 41 برضه اللي حولها اللي هي الاخيره رقم 6 خلي منها مساوي
بتجيب الفورس رينج تطرح كبير وصغير، وبعدين تجيب الستريس رينج في الطرق العاديه خالص كانك بتعيد تصميم بس على دلكات بدل على ايه؟ مع على فورس قصير، وتقارنها بايه؟ تقارنها بالالاور ستريس رينج اللي انت جبته بقى من العركه دي اللي هي تجيب بقى كلاس وتشوف جروب وقصر. اوكي؟ بسيطه؟ صعب تاني ذاكروها كويس عشان لازم يجي عليها سؤال. وبعدين بيجي سؤال بسيط قوي الامتحان بيقول لك تشيك النتيجه على ايه؟ حاجه واحده كده ما اقعدش نهري كده في البتاع قوي يعني. حاجه بسيطه يعني. انت ده عرفت ان كل الفيلد ويب ايه برايم. مش محتاج حتى تخش في ايه؟ في جداول وبتاع وكلام من ده. يعني لو جات مساله فيلد ويب من غير ما تقعد تدور في الجروب هتبقى ايه؟ ايه برايم، صح كده؟ حديد ما فيهوش لحام، حته الحديد دي اي بي ولا بريتنا ولا حاجه، هتبقى كلاس ايه على طول، صح؟ لو جبنا لك حديد غالبا هيبقى كلاس سي، حديد ملحوم يعني، زي الايه؟ زي المثال ده.